مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لعدد كبير من المغاربة كيحتفلوا بهذا اليوم اللي هو 8 مارس. مشاهدينا الكرام، هذا الفيديو غادي نشوفوا فيه أمور تتعلق بالجانب الإنساني والمودة والرحمة بين الأمهات والأبناء ديالهم. معايا في اليمين محمد الرقاني، برلماني منطقة الحي الحسني. كنت فيه من تناولت معايا الفيديو اللي حب كبير للمغاربة وبالأخص ساكنة الحي الحسني صوتوا عليه نظرا لمجموعة من المميزات في هذا الراجل الكل كيشهد بها. مشاهدينا الكرام، محمد الرقاني من العمل الجمعوي للبرلمان، الأم ديالو أول مرة غادي يدوز معايا في هذا اليوم اللي احتفل به هو مع مجموعة من النساء، وكان له شرط وحيد أنه تكون معايا الأم ديالو. الأم ديالو اللي هي فاطمة، 76 سنة، الله يطول عمرها. تبعوا معايا الوالدة، أنت الأم ديال محمد. محمد كبر كيدير التجارة، وكان في واحد الوقيتة في الطوموبيلات ولا فيراي، مشى الغرفة. ساكن فين؟ الحمد لله، داز مرضي، مرضي مع ميمتو، مرضي مع كاع الناس، ما كاينش اللي يقولها في خيبة، لا كبير ولا صغير. الله يرضي عليه، داز مع المرحوم باه، خلاه مسكين في هاد داك، ديما كيرضي عليه، ديما ما يخلي ما يمشي هو اللي راجلك. أمي فاطمة راجلك كان فقيه، كان فقيه، كان فقيه، وأنا يدير إلا حلم حلمة كيقول لي وليدي شوف أنا منبغيك وليدي تاخد رزقك. كان في هاد الحرفانيد كان يدير طنوبيلات، يدير يقول لي وليدي نبغيك ريال ديال الحرم ما تدخليش لجيبك أبدا، من القليل يجيب الله الكثير. سار عليها بحال هكاك، بقى مسكين مربيه حاضي معاه، هو صغير ويمشي تبعو يسول عليه، قابلو يجي في الليل يصبو ناعس، يجي بركش ملي فمو يقول لي واش، يقول لي يا فاطمة، نقول لي العام، يقول لي يا تحاربي مع ولادك ليعودوا يكونوا يكمي، ولا تنصيب الشطفية، ولا تنمي عليا دبري راسك. إوا بقى معاه كوك مسكين، تا عاد تشد راسو، عاد قاد براسو. إوا من ملي كان مهمتي، ملي كان في الطوموبيلات من موراها دار واحد الجمعية، من الجمعية مشى لغرفة الصناعة التقليدية، تا هي ولا هو الكاتب العام وبقى غادي، تا دابا البرلمان كيعاود ليك. بشوية بشوية كيعاود ليك هو. إوا بقى بحال كوك نقول لي وليدي شوف أنا راضي عليك، رضاتي مهرك وقدامك وليدي، لما ما تخسر الحد، كون مزيان مع الناس تكونوا معك مزيانين، ما تخسر وليدي الحد، ما يخسر لك حد. ايوا بقى فحالك وكيتابعه، ديما نقول له سير وليدي الله ينقشك من طريقك، الله يحفظك، انا خليت كاع المجالب تجلب وتجيب لك. مات با مسطور، واخا خوتو مع ديك الخدمه عيانه، واخا نقولوا كيمشيو عندي وداك الشيء ونجي عندهم، زعما ما هذا هو اللي هازني من المرض، من كل شيء. ديما كل جمعه وعدي يدوز عندي السبت، يدوز عندي الحد، ما يخلي ما يجيب لي، جاي عمر الثلاجه، عمر الفريكو، عادي يجي يقول لي بالسلامه امي. ودابا انا راضي عليه، فراش غطه محمر وجهي مع الناس، ما كاين اللي يقولها في خيبه، ما كاين اللي يقولها فيها. كتمشي انت للبلاد عندكم؟ انا في البلاد. عرفت، وملي كتمشي مره كتجي للدار البيضاء. في البلاد اش كيقولوا لك عليه؟ يجبني على المرض، اللي جابني مشي يجيبني، وقعد عاقط عليه نقول له وليدي رانا مريضه يجي يمشي. انت كتعيشي في البلاد؟ انا كنعيش في البلاد ديما. هادي دابا خمس شهور، بادي دابا في خمس شهور كنضربت واحد المسمار لعيني، وبقيت دابا هي اللي بقراني، بقى كنسواني من السبت للسبت، من الحد للحد، يديني البلاد عن نباتوا فيها الصباح نجي. دابا هو ولادو كبروا، انا نعقل عليهم اللي كانوا صغار. دابا ملي توفى المرحوم الله يرحمه الفقيه اللي هو راجلك وباه، ولا كيكمل البرلمان كيمشي عندك ديريكت للبلاد، كل سبت وحد عندك. كل سبت وحد عندي، ما كانش يمشي لا مني، كان با كاع كان يجيب با يعمر لي، يجيبوها هكا با سير ويمشي.
دابا ملي حيد بوا عادي ما كل السبت كل جمعة وعدي بات عدي دوز عدي السبت دوز عدي الحد ويجي في حاله. ايوا داكشي هادشي. المهم تي الله يسترك الله يسترك والله يعطيك صحيحتك. مشاهدينا الكرام، محمد الرقاني في العنوان السابق في اليوم اللي نجح في البرلمان كان الاسم ديالو البرلماني البسيط، لانه طريقه ديالو في قربه مع الراي العام، قربه مع هذه الساكنه، انسان متواضع بشكل كبير. غادي نشوف معاه الكلام اللي جاء للام محمد. تبارك الله، انت دابا شحال دابا من عام عندك؟ انا زيد في 23 9 65 57 سنه. 57 سنه، اول مره غيكون عندنا لقاء بين برلماني والام ديالو. انت مرضي الوالدين، علاش اختاريتي اليوم بالضبط؟ قلتي انا غنكون مع النساء والتكريم ديال الجمعيات، ساهمتي مع الناس ماديا ومعنويا في احتفال المراه، قلتي بشرط تكون معايا الام ديالي. اش غادي نقول لك؟ هذا اليوم هذا ضروري كان خصو يكون، لان من عادتي انني كنهتم بهذ الاعياد بحال هكا وبهذ المناسبات، ولكن اللي اثر علي اكثر انه عيد المراه والام ديالي المراه، واليوم الحد كان خصني نكون عندها في البلاد، فاضطريت انها تكون معايا وتكون من بين المكرمات. وما غاديش نقول لك كيفاش تصور الشعور ديالي كانت اتجاه ديالها واتجاه ديال الحضور الكريم اللي عبر على واحد الفرحه وواحد السرور كبير ان شافوا الام ديالي معايا. وهذا واللي كنطلب الله سبحانه وتعالى انه يطول لها العمر ديالها وانها تكون عندها صحه جيده. وبهذا اليوم المبارك السعيد كنطلبوا الرحمه للوالد اللي خلانا واللي ضرب عنا تمره حتى اصبحنا رجال. انت كيقولوا لك ولد الفقيه، هذا يعني معروف في الحي الحسني، وكتبع الامور ديال ملي توفى الاب ديالك ومسؤول والدك برات. دابا انت عندك البرلمان السبت والحد كتمشي عند البلاد، هي متشبته بالبلاد ما تجيكش للدار البيضاء. كيفاش كدير بين وليداتك وبين العربيه والام كبرات؟ كيفاش كتشوف الامور انت؟ كيفاش كتسلك الامور؟ هو الوالد ديالي في التقاعد كان يسكن في الحي الحسني، ولد الحي الحسني وعاش في البلاد ورجع يعني البلاصه فين تزاد والارض فين هو كاين العائله ديالو والعلاقات الكبيره اللي كبر فيها. الوغ مي بقات معاه وكبرت معاه، ولا عندهم واحد شي حويجات اللي غادا تربط الوالده هي في البلاد، ولي انها ولفات البلاد. ولينا كنقول لها باش تجي، الا جات كتريح معنا نهار يومين تقول لك ردني رانا عندي الشغل ديالي تما، وراك عرفتي شنو اللي كيشد العروبيه في البلاد. هي عندها واحد الجزء بسيط هي بس الناس هي معها خاصها تمشي تطلع ليه. ولهذا الوالده كنطلع عليها ضروري، لما مشيت جمعة كنمشي السبت والحد، وهذا الحد هذا كان خصنا نكونوا في البلاد حنا هذه المناسبه باش نكونوا نصط وندير الفرح لهاد الاخوان اللي هما كيتسناوني كعاده كل سنه، انني انا نكون وسط منهم، ولي الشرف الكبير ان تكون امي وسط منا. وكنتمنى ان اللي عندهم مو باقى ليه الله يخليها ليه والله يمتعوا برضاها، واللي توفات ليه الجميع الله يرحمهم. هذا هو اللي غادي نقول. الوالده سمعتي ولدك شي كلمه للاخر الوليد هذا عندك؟ انا قلت وليد هو تبارك الله اكبر، ولكن كيبقى عندك وليد صغير انت. حياني هاك بدا والدك بدا. شتي انا سي محمد، انا بغيت ليها على الفوق الفوق، انا بغيت ليها الرزق. انا غنقربك حدا المهم مشاهدينا الكرام، غادي نخلي حدا الام ديالو، وهذا اروع اروع الاشياء. محمد الرقاني برلماني المنطقه. روع عينيا ورجليا سمعتي الرقاني راه هو عينيا هو رجليا. انا بغيت ليه صغير رضاتي اغطى وفراش اغطى كي صغب راسي. الله يسترك امي، الله يعطيك الخير الله يحفظها لك. مشاهدينا الكرام، جانب انساني بامتياز وما هو اجتماعي اكثر، برلماني بمنطقه الحي الحسني رفقه الام ديالو في يوم عدد كبير من الغاربات يعرفوه اللي هو 8 مارس، اراد الاحتفال رفقه النساء اللي ضحوا سنين طوال، سواء فيما هو اداري، فيما هو اجتماعي، في جمعيات، في شق انساني بقوه كذلك في هذه المنطقه الحي الحسني، ولكن كان له شعار خاص ان يكون رفقه الام. الدعاء ديال الام الرساله واضحه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم. الله يخلي لكم اللي عنده شي ام الله يخليها ليه، واللي توفات ليه الام ديالو الله يرحمها، نتمنوا لها الرحمه والمغفره. جميع امهات المسلمين.